الإنجليزية إمتى نكتب الحرف بين السطرين وإمتى الحرف يكون تحت السطر وإمتى الحرف يكون ممتد لفوق السطر. لابد يكون موجود معاك كراسة أو دفتر زي ما احنا شايفين كده متسطرة تسطيرة كتابة الحروف الإنجليش. سطر الأولاني اللون الأحمر وتحتيه سطرين زي ما حضرتك شايف كده. نبدأ الأول بحرف الإيه. حرف الإيه حط القلم، القلم بيكون على السطر اللي في الآخر، نطلع للأحمر ثم ننزل للسطر الأخير مرة تانية بالشكل ده، ونقفل الحرف الإيه بخط في منتصف ما بين السطر الأحمر اللي فوق والسطر الأخير، نقفله من اليسار لليمين. ممكن نبدأه من الأحمر من فوق وننزل لتحت، ثم من الأحمر وننزل للجهة التانية ونقفل، الاتنين صح. الاسم دايما دايما الاي كابيتال او اي حرف كابيتال يلمس السطر الاحمر اللي فوق، اي حرف كابيتال لابد يلمس السطر الاحمر اللي فوق. الحروف السمول اغلبها بتكون على السطر اللي منتصف الى السطر الاخير. خلينا نشوف حرف الاسم، نبدا من المنتصف ونعمل نص دائره ثم نغلقها ثم ننزل بالشكل ده، دي الايه سمول. نيجي للبي برضو زي ما قلنا من فوق خالص، حرف البي نبدأ من فوق ننزل لتحت ثم دائرة من السطر الأحمر للسطر اللي في المنتصف ثم من السطر المنتصف إلى السطر الأخير بالشكل ده، حرف البي سمول. نبدأ من فوق ننزل لتحت ثم نطلع للمنتصف ثم نلف وننزل تاني باسمه. سي كابيتال من الأحمر من فوق نص دائرة إلى السطر اللي في الآخر، والسي سمول من المنتصف للأخير بالشكل ده. حرف الدي زي ما قلنا أي حرف كابيتال من فوق ثم ننزل بالشكل ده من فوق لتحت، والدي سمول من المنتصف نص دائرة ثم نطلع للحرف للسطر الأحمر ثم ننزل تاني للسطر الأخير بالشكل ده. حرف الاي يبدأ من فوق الأحمر ثم ننزل للسطر الأخير ثم نعمل ليه ثلاث شرط بالشكل ده، أو ممكن نبدأ بالشرط على السطر ننزل لتحت ثم شرطة كمان السطر الأخير ثم شرطة في المنتصف. حرف الاي سمول شرطة ميلة من المنتصف ثم ننزل لتحت، الاي سمول. الاف من الأحمر من فوق لتحت ثم شرطة على الأحمر ثم شرطة في المنتصف. السمول برضو من نبدأ من عند السطر اللي فوق بس بنص دايرة كده كيرف ثم ننزل للأخير ثم نقسم الحرف إلى اثنين، اوكي. وده الحرف الكابيتال، والسمول بيكون أحمر من الأحمر للسطر الأخير. الجي بيكون دائرة من الأحمر للأخير ثم ندخل إلى المنتصف ثم شرطة يسار، الجي سمول نص دائرة من المنتصف للأخير ثم نغلق دائرة ثم ننزل بها لتحت السطر، وده من أول حرف معانا ينزل تحت السطر الأخير. الإتش من فوق للأخير واحدة زيه من الأحمر للأخير نوصل ما بينهم، والإتش سمول من فوق للأخير ونطلع للمنتصف ثم ننزل مرة تانية. حرف الاي نبدا من فوق من الاحمر للاخير ونعمل له شرطه فوق وشرطه تحت، والاي سمول من المنتصف للاخير ثم نقطه فوق الحرف. الجي من الاحمر للاخير ثم نصف دائره ثم شرطه فوق، وممكن بدون الشرطه اللي فوق دي، الجي كابيتال. الجي سمول من المنتصف ننزل لتحت السطر ثم نص دائرة ثم نقطة، وده تاني حرف معانا ينزل تحت السطر. الكي من الأحمر للأخير ثم من الأحمر بشكل مايل كده ثم من المنتصف للأخير، السمول من الأخير من المنتصف آسف للأخير ثم شرطة مايلة زي ما قلنا وشرطة مايلة، نفس الكي كابيتال ولكن صغير.
ال من فوق من الأحمر للأخير ثم شرطة، والسمول من المنتصف للأخير ثم شرطة. بعد ال يجي حرف الام من الأخير، نطلع للأحمر ثم ننزل المنتصف ثم للأحمر ثم ننزل تحت خالص للأخير. الام سمول من المنتصف للأخير ثم نطلع للمنتصف وننزل للأخير ثم نطلع مرة تانية للمنتصف وننزل للأخير. الان من الأخير للأحمر ثم ننزل للأخير ثم نطلع للأحمر مرة تانية. الان سمول من المنتصف للأخير ثم نطلع للمنتصف ثم ننزل للأخير مرة تانية. الأو من الأحمر للأخير، قص دائرة ونقفلها، والأو سمول من المنتصف للأخير دائرة ونقفلها. البي من الأحمر للأخير ثم دائرة من الأحمر للمنتصف. البي سمول من المنتصف لتحت السطر ثم من المنتصف للأخير، تالت حرف ينزل تحت السطر. كيو من الأحمر إلى الأخير زي الأو تماما ونقفله، ولكن يختلف عن الأو بهذه الشرط. كيو سمول من المنتصف للأخير ثم نغلق الدائرة ثم ننزل تحت السطر ونعمل له شرطة بالشكل ده. الآر من الأحمر للأخير ثم دائرة من الأحمر للمنتصف ثم ننزل إلى نهاية السطر. الآر سمول من المنتصف للأخير ثم نطلع نعمل الشرطة هذه. إس من الأحمر للمنتصف ثم للأخير بالشكل ده، والسمول زيها بس من المنتصف للأخير ثم بالشكل ده. التي من الفوق الأحمر للأخير ثم شرطة على الأحمر، تي سمول من المنتصف للأخير ثم شرطة في المنتصف بالشكل ده، بيكون فوق المنتصف بشوية عشان يبان بالشكل ده. اليو من الأحمر للأخير نص دائرة ثم نطلع للأحمر مرة تانية. اليو سمول القلم على المنتصف، سطر المنتصف، ننزل للأخير ثم نطلع للمنتصف ثم ننزل مرة تانية. الفي من الأحمر للأخير ثم نطلع مرة تانية للأحمر، لابد الكابيتال يلمس الأحمر. الفي سمول من المنتصف لتحت السطر اللي تحته ثم نطلع مرة تانية للمنتصف. الدبليو من الأحمر للمنتصف للأخير، من الأحمر للأخير ثم من الأخير للمنتصف ثم للأخير مرة تانية ثم نطلع مرة كمان للسطر الأحمر. السمول من المنتصف للأخير، للمنتصف للأخير ثم للمنتصف. الإكس من الأحمر سهل جدا، اتنين عكس بعض، من الأحمر للأخير ثم من الأحمر للأخير. السمول من المنتصف للأخير ثم من المنتصف للأخير مرة تانية عكس بعض. الواي من الأحمر للمنتصف ثم من الأحمر للمنتصف، يلمسوا بعض في المنتصف ثم ننزل للأخير بالشكل ده. الواي كابيتال، الواي سمول من المنتصف للأخير نص دائرة ثم ننزل تحت السطر. وده الحرف الرابع اللي بينزل تحت السطر، الجي، جي سمول، والجي سمول، البي سمول، كيو سمول، 1 2 3 4، وده الخامس، خمس حروف بينزلوا تحت السطر. اخر حرف حرف الزي او الزد من الاحمر، نمشي جهة اليمين ثم ننزل الاخير ثم ننزل نمشي جهة اليمين مرة اخرى. السمول من المنتصف، الزد من المنتصف، نمشي يمين ثم ننزل للاخير ثم نمشي يمين مرة تانية. وبكده نكون عرفنا ازاي نكتب الحروف فوق السطر وتحت السطر بالشكل اللي حضرتك شايفه ده. كل الحروف الكابيتال، من كل الحروف الكابيتال تلمس السطر الأحمر وتلمس السطر الأخير، ما عدا السمول هي اللي بتكون في المنتصف، ما عدا كم حرف زي الاف والاتش والدي هي بس اللي بتلمس السطر اللي فوق، السطر الأحمر والسطر الأخير. شكرا لحسن الاستماع، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.